ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تناقلت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تحسيسي قامت من خلاله مواطنة بتنبيه المواطنين على ضرورة الحفاظ على الماء، وخصوصا مع سنوات الجفاف التي ضربت بلادنا وشح المياه الذي أصبحنا نعيش على وقعه. وقد طالبت هذه المواطنة من سيدة كانت تبدر الماء بضرورة الكف عن هذا العمل وترشيد الاستهلاك في ظل موجة الجفاف التي تضرب المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجهيز والماء أطلقت حملة لتوعية مختلف المواطنين بضرورة الحد من تبذير المياه، وذلك نظرا لوضعية الإجهاد المائي الذي تواجه المملكة، موضحة في بلاغ لها أن المغرب في حالة طوارئ مائية. كلشي يدير بحال هكا، راه الناس ما تسمحيش في الدعايه، راه الناس يحافظوا على الماء بيبدا تينقص هكا تنسيق. انا دائما هكا تنسيق، كاين هكا تنسيق. الا كنتي هكا تنسيق ينقص، يا لالا راه الماء غادي وتينقص والناس يحافظوا عليه. الله يجازيك بخير. واه الا كلشي تيدير بحال هكا راه مشينا فيها. نقصي ديالي سطل سطل ومس، وانت تمشي عزي زويف ومسحي بيه ديري بشحال من حاجه. واه شوفي الحومه كلها من رجليها ما نيتي بس ما كاين. يلا لا لا يلا ما باقي تتاعي ليا بحال هادشي، ما باقي نشوف درتي بحال هادشي. الله يستر عليك. يلا السلام عليكم.